بقى نتابع مع حضراتكم اخر المستجدات واخر اخبار فرق وانشطه لجان النادي الاهلي مع مراسلتنا العزيزه سالة حامد الموجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير عليكي وتفضلي، احنا سامعينك. صباح الفل يا كريم ويا صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، يعني انا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الاخبار والاجواء المتعلقه بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم والنشاط الرياضي. يعني خلينا نبتدي الاول بالاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وانشطه اللجان. يعني امس كان في اجتماع اللجنه العليا للجان برئاسه المهندس وليد مبروك متولي. المهندس وليد يعني اجتمع مع اعضاء اللجنه امبارح الساعه 1 الظهر بمقر النادي الاهلي جزيرة لمناقشة بعض الأمور وخطة الأعمال للسنة الجاية. يعني الاجتماع كان فيه استماع لبعض الآراء والاقتراحات اللي قالها أعضاء اللجنة يعني بخصوص خطة الأعمال للسنة الجاية، يعني عشان يستقروا خلاص بقى على البرنامج الأعمال للسنة الجاية قبل ما يعرضوها على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. كمان اللجنة العليا هي طلبت من يعني رؤساء اللجان، يعني في 7 لجان هنا في النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين: لجنة الطفل، لجنة المرأة، لجنة الشباب، الرواد، الثقافية عفوا، ولجنه الاحتياجات الخاصه، ويعني اخيرا لجنه النشاط الترفيهي والرياضي. كل اللجان دي كل رئيس لجنه المفروض ان هو يقدم تقرير بكل الاعمال والانشطه اللي قدموها لاعضاء النادي الاهلي في جميع فروع النادي قبل نهايه العام، المفروض يقدموها للجنه العليا للجان. كمان اللجان النادي الاهلي يعني خلاص بيختموا بقى نشاطهم داخل فروع النادي الاهلي بيوم للاطفال، وهو يوم تعريفي للكشافه والمرشدات. ده هيكون من تنظيم لجنه الطفل برئاسه الأستاذة نداء داوود. المهرجان هيكون يوم الجمعة إن شاء الله يوم 25 ديسمبر في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، وده هيكون تحديدا يعني مكانه في ملاعب الخماسية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء، وهو هيكون يعني بحضور الفريق الكشافي وأبناء النادي الأهلي عشان يعني يعلموا الأطفال إيه هو الكشافة وتعليم الصيحات والرباطات والعصيان، وهيكون في ألعاب يعني صغيرة للأطفال. يعني كل ده هيكون موجود إن شاء الله يوم الجمعة في المهرجان. فبقول لأعضاء النادي الأهلي اللي حابب إن هو يسجل بيانات أبنائه يعني من سن 7 سنين حتى 13 سنة يسجل البيانات كلها في مكتب العلاقات العامة في فروع النادي الأهلي الثلاثة عشان يقدر أنه يكون موجود في المهرجان يوم الجمعة بإذن الله. بالنسبة بقى لأخبار الفريق الأول لكرة القدم، بعثة النادي الأهلي النهاردة إن شاء الله الساعة 2 هتتجه للنايجر استعدادا لمواجهة سوني ديب في مباراة الذهاب من دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. يعني المباراة هتكون إن شاء الله يوم الأربعاء في تمام الساعة 4 مساء، ويعني طبعا بنتمنى التوفيق والفوز لفريقنا فريق النادي الأهلي في أول مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان خلينا نطمن جماهير النادي الأهلي على لاعبنا عمرو السولية. عمرو السولية يمكن شعر ببعض الآلام في أثناء عملية الإحماء قبل مواجهة غزل المحلة، ويعني الجهاز الفني قرر عدم مجازفة بعمرو السولية في المباراة وقرروا إن هم يعني يريحوه. ويعني بالفعل قبل انطلاق المران امس يعني عمرو السولية خضع لفحص طبي للتاكد من الاصابه، والاصابه هي عباره عن يعني كدمه في القدم، لكن ده يعني ما منعش عمرو السولية ان هو يكون متواجد مع قائمه الفريق اللي هتتجه ان شاء الله للنايجر استعدادا لمواجهه سوني ديب. خليني بقى انتقل واروح لاخبار الفرق الرياضيه والنشاط الرياضي، وابتدي بالاول بالفريق الاول لكره السله سيدات بقياده كابتن علي هاشم. سله يعني سيدات النهارده ان شاء الله هيواجهوا سموحه في مباراة نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط النهارده ان شاء الله الساعة 6 النهارده في مقر النادي الاهلي بالجزيرة على صالة الشهداء. وده طبعا بعد ما يعني سيدات النادي الاهلي الفريق الاول وفريق 16 سنه تغلبوا على نادي الجزيره في مباراه الذهاب والاياب. فالنهارده ان شاء الله المباراه 16 سنه هتكون الساعه 4 ومباراه الفريق الاول النهارده هتكون الساعه 6. بالنسبه بقى للفريق الاول لكره السله رجال بقياده كابتن اشرف توفيق، بالفعل تاهلوا امس لمباراه نصف النهائي من بطوله الدوري المرتبط. النادي الاهلي هيواجه سبورتنج يوم الاربعاء 23 ديسمبر. المباراه هتكون يعني مساء يوم الاربعاء على
استاد هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، وبرده يعني بعد ما الفريق الاول وفريق 16 سنه تغلبوا على نادي الزمالك في مباراه الاياب والذهاب، لكن يعني في مباراه الاياب بالنسبه للفريق الاول نادي الزمالك يعني تفوق على نادي الاهلي امس، لكن ده يعني ما اثرش على نتيجه النادي الاهلي ان هو تاهل لنصف نهائي من بطوله الدوري المرتبط. كمان سيدات النادي الاهلي متصدرات الدوري امس يعني فازوا على نادي الشمس بنتيجه 26-23، وده كان ضمن منافسات بطوله الدوري، ودي تعتبر يعني خطوه مهمه وكبيره لسيدات النادي الاهلي في مشوارهم ورحلتهم لاستعاده يعني ان هم يتوجوا تاني بلقب بطوله الدوري من جديد السنه دي ان شاء الله. استكمالا بقى لاخبار الفرق الرياضيه والالعاب الفرديه، يعني نجم النادي الاهلي مصطفى عسل نجم السكواد يعني المصنف ال14 على العالم حقق المركز الثالث في بطوله بلاك بول، بطوله بلاك بول يعني اللي اقيمت من يوم 13 حتى يوم 18 ديسمبر واللي شارك فيها 32 لاعب. مصطفى عسل يعني قدر ان هو يحقق نتائج هايله وكان اداء مشرف جدا، قدر بيه ان هو يتغلب على بعض والعديد من اللاعبين الكبار في بطوله بلاك بول. يعني زي ما انت شايف يا كريم النادي الاهلي يعني الفتره الحاليه في حاله من الانتصارات والبطولات، يعني مش بس في كره القدم لكن كمان في بقيه الفرق الرياضيه سواء كان السله يد طايره او حتى الالعاب الفرديه. يعني يا رب ان شاء الله دايما النادي الاهلي في الصداره ودايما يعني في سلسله انتصارات وبطولات ودايما رقم واحد مش بس في كره القدم لكن كمان في باقي الفرق الرياضيه الاخرى. والان العوده للاستوديو مره اخرى، كلمه ليك يا كريم تفضل. بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه ساره حامد مراسله قناه النادي الاهلي، ودي النقطه